السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه cutout.pro. الموقع ده فيه حاجات كتيرة جدا بالذكاء الاصطناعي. يعني لما تدخل كده هتلاقي حاجات خاصة مثلا بالايمج، حاجات خاصة بالفيديو، وفي رتوش يحذف لك بعض العناصر. يعني ممكن تقول له مثلا ايمج باك جراوند ريموف يحذفها لك، ولو فيديو عايز تحذف الباك جراوند تقدر ان انت تحذفها، وبعد كده تركب اي خلفية من عندك. في تقدر ان انت مثلا تديله حاجه معموله بسكتش بخط الايد ويحولها لك كانها صوره حقيقيه. ففي حاجات كتير جدا هنا، مثلا فيديو اهو حذف الخلفيه بتاعته، هنا الوجه حذف الخلفيه، هنا ممكن تقول له مثلا الصوره دي خليها مثلا مع احتفالات اكتوبر مثلا او العيد او كذا، فيبدا ان هو ياخد الوجه ويبدا ان هو يحطه في ملابس كتيره مختلفه. ممكن تقول له تكست ويبدا ان هو يعمله لك كصوره. تمام، في يحسن لك الصوره. لو عندك الصوره فيها مشاكل تقدر ترفعها ويحسنها. برضو لو في فيديو مش واضح يقدر ان هو يوضحه لك. ممكن لو صوره يعمل لك ليها انيميتور، صوره ابيض واسود يخليك الوان. تمام، طيب تعالى ندخل الحساب بتاعنا. انا طبعا داخل بالحساب المجاني، فهو مديني ايمج 5 نقط والفيديو 0. تمام، طيب يبقى كده احنا مضطرين نروح للسعر عشان نعرف هندفع كام. فهو بيقول لك تقدر تشتري كريدت، يعني ممكن مثلا 100 كريدت 100 نقطة في الشهر بمثلا $9 وهكذا. دي الأسعار بتاعته. طيب خلينا نشوف ال5 نقط اللي احنا خدناهم. ممكن تقول له برودكت وتقول له مثلا أنا عايز فيس كات أوت. تمام، ترفع أي صورة يبدأ يحذف لك الخلفية ويخلي لك الوجه بس. تمام، طيب ممكن نقول له مثلا فيديو باك جراوند ريموف، ممكن نقول له كرتون، ممكن نقول له اي ارت. تمام، هنقول له كرييت. تبدا بقى تقول له وصف مثلا. تمام، ودي الستايل اللي انت عايز الحاجه تحصل معاها. مثلا ليون، تمام، والمقاس بتاعك والريفرنس. لو عندك صورة وعايز ياخد نفس الستايل ونفس الشكل ممكن تديله صورة. ففي ثواني طلع لنا كذا صورة بالشكل دوت. تمام، ممكن تقول له انا عايز صور اكتر. في ممكن تسطبه عندك على الموبايل، ممكن تسطبه عندك على الديسكتوب، ممكن يكون عندك برنامج او موقع خاص بيك تقدر من خلال API تربط الموقع بتاعك بكات اوت. طيب كرتون سيلفي، هنرفع صورة وهو يعملها لنا بقى على شكل كرتون، نشوف هتدفع ولا لأ. ماشي، ناخد الصورة دي مثلا، عملها بشكل معقول. تمام، وهو طبعا حط اللوجو بتاعه لان هي مجاني. في برضه خاصيه ان انت تقدر تترجم الموقع كله للعربي لو انت عايز. وهنا عمل لي هو فيس كات اوت، يعني من نفسه كده راح قطع الوش. تمام، وعمل تحسين للصوره وجهز الصوره لو انت عايزها للباسبور. فموقع جميل، اتمنى يعجبكم ان شاء الله.